احمد ابيهي رئيس جمعيه الاعمال المصبره عن بالدم. اليوم احنا متواجدين بمركز الجهوي لتحقن الدم باكادير، اولا من اجل ان نعمل على المساهمه في توفير اكياس الدم لهذا الحدث الذي وقع. وبالمناسبه ادعو ساكنه المدينه ديال اكادير وكذلك الضواحي وحتى الضيوف ديال المدينه انهم يديروا خطوة للمركز الجهوي لتحقن الدم من اجل التبرع بدمهم، لاننا الان كلنا مسؤولين على المستوى الوطني، العديد من الضحايا ديال الزلزال ينتظرون من الجود عندهم بقطره من هذا الدم، وحنا من اجله. بالمناسبه ادعو واشكر كافه المتبرعات والمتبرعين الذين اقدموا من اجل هذا العمل الانساني، وكذلك اشكر وسائل الاعلام هبه بريس والمنابر الاعلاميه اللي كتادي الرساله الوطنيه في هذا المجال. بعد الحادث الاليم اللي وقع مساء الامس اللي هو الزلزال اللي ضرب في مجموعه من المدن المغربيه، مدينه اكادير ومركز تحقن الدم باكادير على غرار المدن كامله ديال المغرب كيقوم بواحد الحمله ديال التبرع بالدم. الحمد لله المواطنين مشكورين تفاعلوا مع هذا النداء هذا، وكنبغي نشيد يعني بالصفوف الاولى ديال رجال الامن الوطني اللي جاوا هما الاولين قاموا بهذه العمليه هذه. كاين الحمد لله واحد التكافل، واحد التنظيم يعني كبير، واحد التفاهم ديال المواطنين الله يجازيهم بخير. العمليه كتسير بواحد الطريقه ايجابيه وبوتيره يعني سريعه وسريعه بزاف. الحمد لله اليوم كل شيء مجند، كاينين كذلك ناس مواطنين اللي كيجيو كيساهموا بمواد غذائيه بالماء بالحليب ذوك المستلزمات اللي كيحتاجها اي متبرع بالدم. وحنا اليوم كمتطوعين كفعاليه الجمعويه مدينه اكادير جينا باش نقوموا باللازم ونساهموا في التنظيم ونساهموا في العمليه ككل، وكنتمناو ان الله يخفف هذا الحادث هذا يا رب. دونك من بعد الفاجعه اللي وقعت البارح جيت اليوم هنايا باش نتبرعوا بالدم حيتاش كاين خصاص في جميع الجهات. دونك جو سوي دو تو كور افيك كاع الناس اللي كانوا عندهم اضرار ماديه ولا خسائر ماديه ولا باجي. جيمغي جوست انه كل واحد يجي يعطي حتى هو من شويه من وقته وشويه من الدم ديالو استواغ دو نعاونو باش ما قدرنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.